أهلا بحضراتكم مرة تانية. أول فقراتنا الحوارية هنا في البيت الكبير بيشرفنا اثنين من النقاد الرياضيين الكبار، الأستاذ طبعا جمال الزهيري، مشرفنا منورنا الأستاذ جمال، وطبعا الأستاذ سامي عبد الفتاح منور البيت الكبير يا أستاذ سامي، منورنا ربنا يخليك. نقول نص مبروك الأول على النادي الأهلي، ونخلي النص الكبير إن شاء الله يوم 6. احنا عايزين نقول مبروك يوم 6 على بعضها يعني خلاص. لا وهو الحقيقة مبروك على الأداء برضو صحيح الدور قبل النهائي. نقدر نقول انه الحقيقه يعني فرقة النادي الاهلي ابهرت الناس فعلا، يعني حسينا يا استاذ سامي انه اداء جاد جدا ومحترم، واللعيبه بقى عندها هدف، يعني فعلا مع موسيماني اتغير الشكل بدرجه كبيره. هنتكلم على كل دوت طبيعي جدا، وكمان لا يعني لازم نفرح برضه. طبعا الجمهور يفرح طبعا يعني بس احنا نفرح، بس اكيد برضه الفرحه الكبيره بقى اللي بيتكلم ان شاء الله يوم 6. لكن قبل الهوا كنت بكلمكم في موضوع مهم جدا، يمكن خبر اللجنه الخماسيه النهارده بالغاء الهبوط في القسم الثاني والثالث والرابع. شفتوه ازاي من الناحيه المهنيه يا استاذ سامي؟ انا شخصيا ادهشني جدا، لان طبعا يعني في نظام للبطوله والمسابقه في جميع الدرجات لازم يحترم، وهذا النظام معتمد من الجمعيه العموميه اساسا ومن مجلس الاداره سواء السابق او الحالي. المهم في قرار، في اعتماد للمسابقات، ومعروف من اول الموسم شكل المسابقه ايه، مين هيصعد ومين هيصعد. يعني احنا كده هنفتح الباب للانديه اللي هبطت في القسم الاول، يقول لك احنا كمان مش عايزين. انت اوريدي فتحت الباب يا استاذ رئيس نادي طنطا استاذ عريبي، كان قال لك يعني هو حتى النهارده قال تصريح، قال لك طب اشمعنى يعني احنا يعني صح. احنا قرينا الخبر وما فهمناش حيثياته ايه، يعني ليه، يعني عشان ايه في التوقيت ده بالذات، وقبل جمعيه عموميه منتظره لاتحاد الكوره وانتخابات مرتقبه برضو خلال يعني مع بدايه الموسم الجاي. ليه بيحصل الكلام ده؟ يعني احنا ما صدقنا، يعني خرجنا من حصار كورونا وابتدت العجله تلف ونخفف المشاكل شويه، فوجئنا بالقرار ده الغاء الهبوط. يعني انت بتغير نظام مسابقه في توقيت صعب جدا، يعني بعد ما كل النتائج ظهرت وانت الهبط هبط بعد انتهى المسابقه اصلا، المسابقه انتهت خلاص، بتشكل الدنيا من اول وجديد. طيب يعني انا متوقع الايام الجايه هنشوف الهابطين الثلاثه من انديه القسم الاول طنطا واف سي مصر وحرس الحدود. حرس الحدود ليهم مطالب مشابهه، يعني هتعمل مشاكل كبيره جدا، ويعني لحد كيفيه تجاوز هذه المشاكل الله اعلم بايه اللي هيحصل الفتره الجايه. استاذ جمال شفت القرار ازاي وتعليقك عليه؟ يعني بلا شك انه طبعا قرار، يمكن احنا في حلقه مع حضرتك انا لمحت يعني صحيح، حتى انت قلت لي انا قلت لك مش ممكن، انت قلت لي انت عارف ولا حاجه، قلت لك لا بالزبط. حاسس، لانه احنا مشكلتنا يعني احنا لما بنيجي نتكلم على النظام لكره القدم المصريه بنحاول بقدر الامكان ننسى اسماء الفرق. يعني انا واحد من الناس حزين جدا على الاولمبي والترسانه الانديه العريقه اللي هي اللي هتهبط، بس في نفس الوقت يعني التساؤل اللي بيجي عندنا ايه، انت هل بتاخد القرارات دي قرارات انتخابيه؟ طب اللجنه الخماسيه اللي هي واخده القرار مش مفروض انها لجنه دي لجنه مؤقته وما لهاش حق الانتخاب، لا ومعينه بالظبط. فهل هم بقى اللي هيفاجئونا فيه فيما بعد انه هم ينزلوا انتخابات كمان؟ ما هو ممكن، ما كل حاجه هنقول لا شرط الفيفا انه ما ينزلوش، لا ممكن يبقى في سبب تاني. وبعدين فعلا هتفتح المجال زي ما حضراتكم قلتوا لمساله الهابطين من الدوري الممتاز ألف. طب اشمعنى دول؟ يعني انت لغيت كله ما عدا الهابطين من الدوري الممتاز، طب ما تخليهم موجودين بقى. ينور يعني استاذ فايز العريبي بقى يعني قال النهارده تصريح، قال لك طب اصله فعلا ما فيش، طالما ما عندكش منطق يعني هم قالوا ان هيبقى في مؤتمر صحفي في اخر البيان اللي اصدره اتحاد الكوره
هيبقى في مؤتمر صحفي لشرح الكلام ده. نتمنى انه في المؤتمر الصحفي ده نلاقي حاجه يعني تقنعنا، لانه مظلش. احنا مش ضد طبعا انا كمان لا اعتقد يعني انا ما اعتقدش لا اعتقد ما اعتقدش ان هيبقى في حاجه مقنعه، لانه هيبقى مجرد كلام. واحنا برضو بنأكد على حاجه يا كابتن هاني، هي نتيجه ضغوط شكلها كده واضح. هو دايما احنا الضغوط. احنا دايما يمكن بنتكلم في قناه النادي الاهلي، كل النادي الاهلي على مسافه واحده من الجميع، اذا كان فرق دوري ممتاز احنا على مسافه واحده للجميع. لكن هو السؤال اللي بيطرح نفسه، ما هي يعني زي ما حضرتك يا استاذ جمال تشرفت واستاذ سامي، يعني هي ايه الافاده نمره واحد؟ طب نظام المسابقه، طب اللوائح اللي كانت احنا بدانا المسابقه بلائحه واضحه، طب ايه وجه التغيير؟ كل دي اسئله بتدور حوالين، يعني لما تبدا المسابقه بلائحه المفروض تنتهي بما بدات بيه، ما تغيرش في النص، والا انت هتفتح الباب امام اي تغييرات. بقى مفيش لائحه هتبقى محل احترام بعد كده، يعني اللي حصل الموسم ده بدون سابق انذار، الضغوط كانت محسوسه من فتره يعني، انما بدون سابق انذار الدنيا تتغير كده بشكل يعني في 24 ساعه. يعني المؤتمر الصحفي بيقول عليه الاستاذ جمال او اللجنه قالت هم قالوا يعملوه، طب هتقول ايه؟ ما انت قلت اتمنى يكون في اسباب مقنعه على يعني ما فيش مقنعه، انت لازم كنت يعني تبقى مبررات او الحيثيات تبقى موجوده مسبقه قبل القرار. انما ده لا، ده هو ما قالش انه هيعلن اسباب على فكره، عشان نبقى يعني هو مؤتمر صحفي لمزيد من الدقه. يعني يا استاذ سامي من المقرر ان يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقه فور انتهاء تصفيات القسم الرابع. اذا القرار يعني اذا منتهي. القرار منتهي ولا يعرضه هو بس هيعرضوا شكل المسابقه السنه الجايه، يعني اعتقد القسم الثاني هيبقى تقريبا ثلاث مجموعات، كل مجموعه 16 لا دي اعلنوها دي اعلنوها. الاثاره على نظام المسابقات في السنوات المواسم الجايه هيبقى في محل شك كبير. يعني النهارده انت غيرت المانع ان السنه الجايه تغير الموسم، والسنه اللي بعدها تغير، فانت النهارده مفيش حاجه واضحه قدامك من الموسم من بدايه الموسم لنهايته. يعني اللي النهارده اللي يعني اما بيبقى فيه ضغوط يعني تنظيميه وفي اللوائح على كل فرقه بتجتهد، ان ما كانش يقدر يكون في منافس يعني على الاقل ما يهبطش. بالظبط. فيعني النهارده ههبط وهرجع تاني، يبقى خلاص يبقى فين يعني من سلم يعني اللي ما شافش عقاب مفيش يعمل اللي هو عايزه بقى. ده صحيح. فيعني هنا بقى احنا دخلنا في يعني مزنق مش هنخرج بقى من المزنق احنا دوت ونتكلم في الحاجات لازم بس هي الفكره أخير. انا زي يعني انا قريت برضو القرار، ويعني كان في علامات استفهام بالنسبه لي، وقلت اشرح يعني اطرح الموضوع على حضراتكم. من الواضح ان ممكن جدا يكون في اسباب مباشره او اسباب غير مباشره. خلينا نتكلم ان نتمنى ان شاء الله باذن الله، حتى يعني زي ما بقول لك احنا كلنا على مسافه واحده من جميع الاهلي. هو مين اللي طلع القرار؟ مش ضد الناس اللي هبطت او الناس اللي صعدت. هل القرار ده نتيجه لضغوط معينه؟ ومن مين برضه؟ ما هو اصل يعني انت خايف مثلا، انا بقول لك احنا مش ضد الانديه دي، انا اللي شايفها ممكن يكون ترتيبات انتخابيه بشكل او باخر، لكن ملامح العامه لمين؟ وارد لمين؟ اذا كان اصلا اللجنه الخماسيه، ما هو ده اللي بيخلينا افكر، اللجنه الخماسيه مش هتنزل انتخابات، يبقى مين اللي بيحرك؟ هي اعتقد برضو في اللائحه الجديده دي لغايه دلوقتي المفروض في جمعيه عموميه على اساس الموافقه على اللائحه الجديده. طب انت عارف بقى انا بفكر بس معاكم بصوت عالي يعني ممكن اصل اقرب حاجه او اقرب مناسبه ان في يعني في لائحه بتتعرض فممكن تكون ليه يعني حسابات. الثمن هو تمرير اللائحه يبقى شيء مخجل جدا يعني. يعني نتمنى اللجنه الخماسيه على فكره لجنه محترمه جدا وعاملين شغل هايل بصراحه، شغل يعني مميز عاملين شغل مميز. احنا لسه كنا بنشيد بيهم بالقرارات بتاع اللاعبين عمرو الجنايني، فبس مش عايزينها بقى يعني في اخر ايامها، المفروض تنتهي مهمتها من نهايه شهر نوفمبر، مش عايزين في اخر ايامها يعني تخرج عن الخط المستقيم اللي ماشي عليه. الانطباعات الاخيره تدوم مش الانطباعات الاولى.
يعني شكلها كده. من الانطباعات الاخيره ناخد من دوت ونروح لفرقتنا، لان يعني ان شاء الله من الانطباعات الاخيره بالظبط، يعني الانطباعات الاخيره واخد انطباعات الاخيره لحضراتكم لمجموع مباراتين للاهلي والوداد. خلاص احنا الحمد لله نصف النهائي كان من شوطين وانتهوا بشكل كويس قوي. هنتكلم عن زي ما استاذ جمال الانطباعات الاخيره وتاثيرها ان شاء الله على المباراه النهائيه. احنا اتكلمنا في الانطباع الماتش الاول، يعني الحته دي اتكلمنا في جلسه سابقه، في حلقة سابقة، ان برضو المباراة التانية دي مهمة جدا، ان هي هتعبر بصدق عن قد ايه لعيبة الاهلي حريصين على اللقب. فواضح جدا الحمد لله ان الفرقة متماسكة جدا، الهدف قدامهم واضح، لعبوا الشوطين بتوع المباراتين باحسن مستوى. طبعا انا رأيي الشخصي ان مباراة الدار البيضاء كان اكثر متعة، يمكن عشان الفوز اغلى. صحيح، عشان كان في يعني انترستنج، يعني بالظبط فوز اغلى 2-0 هناك. لما طبعا كمان الاداء في المباراه الثانيه في استاد القاهره كان في جهد وفي اصرار على واستهداف للخطوه الجايه وهي اللقب. يعني انا مش بقول بس النهائي، لا اللقب كمان، يعني ان شاء الله. يعني دي كانت واضحه جدا لدى كل اللاعبين، وتكتيك الموسيماني، وانه في وقت من اما تطمن على النتيجه الكليه للمباراتين ابتدى يسحب بعض العناصر في المهمه جدا زي الشناوي ومروان محسن، عشان يعني ابتدى يفكر في المباراه النهائيه. اللقب يعني على قد ما هو قريب جدا من الاهلي، على قد ما هو بعيد برضه، مساله مش سهله. مباراه نهائيه ايا كان الطرف الاخر، الزمالك او الرجاء المغربي، فالمهمة ثقيلة. ويعني طبعا عايز اقول ان يعني الاهلي في اشتياق لهذا اللقب، اشتياق كبير جدا، بقاله سنين ما حققوش، وجماهيرهم في انتظاره، ويستحقه، يستحق الاهلي، يستحق جدا ان يكون على في هذا متوج باللقب الافريقي السنه دي. وطبعا يعني هيدي طعم اكثر حلاوة لفوزه ببطولة الدوري يعني المبكرة. ويعني مش عايزين نقول العكس، يعني ان ممكن ده يحصل العكس لا قدر الله يحصل، فطبعا تفسد فرحة الدوري، تفسد فرحة الدوري بالتأكيد. فده وارد جدا، يعني ده راسخ جدا، انا حاسه راسخ جدا عند لعيب الاهلي وعند الجهاز الفني وعند الاداره. طب انا هاخد من حضرتك الترسيخ دوت، ويمكن انت قلت حاجة مهمة جدا هتنقل بيها الاستاذ جمال. ان انت بتقول ان الهدف الاكبر هو طبعا اللقب. هاخد من كلامك واقول ده من كان اهداف النادي الاهلي، انه حتى في المباراه اللي كانت في القاهره، والرغم ان احنا تقدمنا في الدقيقه 6 تقريبا وضمننا التاهل، لكن النادي الاهلي استكمل وجاب الجون الثاني والثالث. ده كان دي رساله واضحه للمباراه النهائيه لاي خصم، ان احنا النادي الاهلي هو اللقب، ودي رساله، يعني رساله كده في شكل كروي فني للمباراه النهائيه للفريق الخصم او المنافس. زي ما بنقول انه المباراه اللي احنا بنشوفها، اي مباراه بنشوفها النهارده ما بتبقاش بادئه النهارده، انا بشوفها من المباريات السابقه ليها. يعني دايما احنا كنا بنركز، وانا ركزت مع حضرتك على انه البروفا اللي كانت امام بيراميدز، انا بشوف ان هي معبرة جدا جدا عن الشكل اللي أنا هشوف فيه النادي الأهلي في المباريات القادمة. لأن أنت اتوضعت تحت ضغوط، سواء كان إصابة أو طرد أو كذا، ضرب الجزاء ضيعة أو ضرب الجزاء ضيعة، يعني كل الملابسات. وبعدين أنا ما حسيتش في مباراة بيراميدز بعد كل الظروف دي اللي هو طوال الشوط الثاني إن النادي الأهلي اتأثر سلبا. ولذلك أنا بشوف إنه أنا باخد مجمل مسيرة موسيماني وأدائه مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، أنا باخدها مقدمة لأنه خلاص النادي الأهلي دلوقتي، لعيبة النادي الأهلي انطلقوا نحو تحقيق بطولة. يعني مسألة المباراة النهائية أيا كان مين المنافس، أعتقد أنه موسيماني نجح خلال الفترة اللي فاتت يا كابتن هاني أنه هو يطلع حاجات كتيرة جدا كانت موجودة، إمكانيات لدى اللاعبين، يعني عند اللعيبة، يعني زي ما عرفش فيها نوع من الصقل
من التلميع. المهم ان هو هي انا اعتقد لفظ تحرير كمان, تحرير اللاعبين بشكل كبير. بالظبط. فتحس ان انت بتتفرج على فعلا النادي الاهلي بتاع فتره سابقه. يعني انت يمكن في الدور الاول في الدوري هذا الموسم مع فايلر كان الاداء يقترب من هذا, وكان بدايات فايلر بالظبط كان برضه قوه, وكان في الاداء اللي هو بتشتغل عشان تكسب على طول, ده كان موجود. اختفى تماما مع الفتره الاخيره في ولايد فايلر, اللي هي الفتره اللي بعد استئناف الدوري بعد كورونا. انت كسبت الدوري بقوه الدفع الاولى اللي انت عملتها في الدور الاول, ورغم ان احنا مع فايلر يعني حتى المباريات الاخيره كان فيها مكسب بس ما كانش مقنع. أيوة كان باهت. ايوه بالظبط, ما هو ده اللي انا بقوله, انه الشكل نفسه ما كانش بنفس قوه الاداء اللي احنا شفناه قبل كده. انا بقول ان الاهلي بقى استعاد مع موسيماني القوه دي, فده يديك انطباع برضو انه لا خلاص انت وصلت للمرحله, لعيبه النادي الاهلي وصلوا للمرحله اللي هم مش هيفرطوا باذن الله طبعا إن شاء الله في اللقب ايا كان المنافس بقى. ما ايا كان المنافس هروح للاستاذ سامي ونتكلم على ان الاهلي ان شاء الله عينه على اللقب, لكن تبقى المباريات النهائيه ليها حسابات خاصه طبعًا جدا طبعًا جدا طبعًا جدا طبعًا. شايف المباراه النهائيه زي ايا كان المنافس, اذا كان الزمالك او الرجاء, شايف المباراه النهائيه زي وحساباتها يعني حساباتها ايه؟ يعني طبعا بدايه نذكر ان هي مباراه واحده. صحيح. وده طبعا غير النهائيات السابقه, يعني طبعا دي مساله زادها صعوبه على الطرفين يعني المتنافسين في ارض الملعب في النهائي في هذا النهائي. فطبعا يعني محتاجه قدر كبير جدا من التوفيق, يعني قدر كبير جدا من التوفيق. يعني انا يعني عشان نتكلم على مباراه ما زالت في علم الغيب لان الطرف الاخر غير معلوم, فلما نقول ان لعيبه الاهلي زي ما انت قلت تحرروا كثيرا جدا من حاجات كانت مقيداهم. انا شايف الاهلي النهارده فرقه منطلقه فجرت كل طاقتها, فطبعا يعني ده يعني الحاله دي الفنيه العاليه دي لازم هتستمر. اللقب ما بقاش بعيد, اللقب على بعد 90 دقيقه او ضربات ترجيح ايا كان. فانما طبعا الروح عاليه جدا, وده اهم شيء, ده اهم شيء, ده اهم سلاح لدى لعيبه الاهلي, في روح, في عزيمه, في اصرار على اللقب. يعني والمهم هنا ان اللعب على مباراه واحده ده يعني هيديهم مسؤوليه اكتر. مظبوط, هيديهم مسؤوليه اكتر ان هم طبعا ما فيش فرصه تضيع, ما فيش فرصه تعمل مشاكل على مرمى الشناوي. طبعا ده كلام كله هيقوله موسيماني, ما فيش شك في كده, وهيقول الطرف الاخر برضه لان يعني الحسابات يعني مش غامضه على حد يعني. فانما انا شايف كميه قدر الروح والعزيمه عند لعيبه الاهلي بيقربوا جدا من اللقب, يعني صحيح بيقربوا جدا من اللقب. طبعا دي نقطه مهمه, ودي يعني اظن نقطة مهمة جدا حضرتك بتتكلم فيها, عملية الروح ديت ان يعني هي الروح كانت موجودة لكن تحس ان في روح كمان جديدة ظاهرة في النادي, في شحنة جديدة, في شحنة موجودة, في شحنة جديدة موجودة. الراجل الموسيماني يعني قدر يحرر لعيبة الاهلي, او هم في حد ذاتهم يعني دخلوا من الصيف على الشتاء او الشتاء على الصيف, يعني غيروا جو, يعني غيروا مزاجهم, غيروا فكرهم. فطبعا يعني انا طبعا بالمناسبه يعني من ضمن الناس اللي ابهرتني في الفتره دي كابتن احمد فتحي, اللي هو يعني طبعا ودع الفرقه احلى وداع يعني ويستحق كل التقدير. كل لعيبه الاهلي يعني احمد فتحي عارف هو رايح فين بعد 90 دقيقه, ومع ذلك كان بيدي في الملعب بقوه, فمفيش لعيب اقل منه. كل اللعيبة كانت عندها عزيمة قوية. صحيح. جدا, ودي شيء إيجابي للغاية في فرقة النادي الأهلي الفترة الأخيرة. يعني طبعا الأهلي بطل الدوري مع سابق الإصرار يعني من فترة طويلة يعني. فإنما الحالة بتاعت أفريقيا دي حالة جديدة, يعني طبعا الأهلي
13 مره نهائي، بس اللقب غايب عنه. مظبوط، اللقب غايب عن الحاله النهارده اللي بنشوفها فرقه النادي الاهلي، حاله جديده حقيقة. دايما الحاله ديت بنشوف شكل ان بيديك احساس ان الاهلي قريب من البطوله يعني. حاله جديده جدا، ويعني بتستعد لنا جيل الذهبي السابق اللي كان مع جوزيه. فطبعا انا متفائل شخصيا ان الاهلي هو بطل افريقيا للمرة التاسعة، وده الرقم 9 ده هو يعني لازم يكون حلقتنا النهاردة رقم 9 إن شاء الله بإذن الله. هاخد من الحالات الجديدة اللي بيتكلم عليها أستاذ سامي، من الحالات الجديدة اللي احنا شفناها ولقطة شفناها أنا بالنسبة لي وقفت عندها شوية، الدايرة اللي اتعملت وكان موجود موسيماني واللعيبة حواليه وكابتن كمال سيد عبد الحفيظ، وكان في تحية خاصة لموسيماني، لقطة أنا أول مرة أشوفها، وبتدل على الكلام اللي قلته يا أستاذ سامي إن في حالة خاصة في النادي الأهلي. لو بنتكلم فني كتير قوي ممكن نروح ونيجي للفنيات، لكن أنا كمان يهمني وحضرتك عارف يا أستاذ جمال إن الروح المعنوية والحالات الخاصة الإيجابية اللي بره الملعب ليها تأثير كبير جدا. طبعا أنا وجهة نظري أنا يعني مش بس عشان أنا مش تكنيكال في الكورة يعني، لكن أنا وجهة نظري وأعتقد في خبراء في كرة القدم كتير جدا بيتكلموا في جزئية الـ قوة الأداء والروح. ما هو احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنقول إن اللي بيفرق فريق عن فريق الروح بتاعته ومدى تلاحمه مع المدير الفني بتاعه والإدارة بتاعته. صحيح. لأنه هي القصة مش قصة ناس بتلعب كورة وخلاص، ما أنت ممكن تؤدي اللي أنت عايزه بهدوء شديد أو ببرود شديد أو بلا مبالاة بالظبط، فبالتالي ما بيجيبش النتيجة. صحيح. اللي احنا شايفينه إنه ما بقاش في ثغرات كتير في أداء بين الخطوط في النادي الأهلي، ما فيش مسافات. يعني تشعر يا كابتن هاني إنه لا، الناس دي بتشتغل عمل جماعي فعلا، مفيش حتة ان هو بيلعب الكرة وخلاص وملوش دعوة، لا ممكن جدا تلاقي لاعب مش في مركزه لكن بياخد كرة بيستلم بيسلم. الكلام ده كله انا بشوف انه اهم ما يميز النادي الاهلي. يعني ممكن لما تيجي تتكلم عن كرة القدم او مواهب كرة القدم هتلاقي في فرق تانية عندها لعيبة كويسة جدا، لكن لما بيخرجوا من الأهلي بيروحوا بيبقوا أدائهم فين؟ يعني في لعيبة كتير كانت في النادي الأهلي أول ما بتغادر النادي الأهلي أنا بشوف إن هما بيتوهوا. يعني ما فيش عمل جماعي توصل يعني المنظومة نفسها بتفرق الرابط نفسه صحيح. المنظومة نفسها مش موجودة، كيميا عنده بتتلخبط كيميا بتروح خالص مفيش بتتلخبط دي مهمة قوي. التركيبات الكيميائية مع خط هو متعود على اللعب خط دفاع معين خط وسط معين او خط مجموعة هجومية معينة، هي معادلة بتختلف واخد بالك. حتى على المستوى الإداري انا بشوف انه وجهة نظر اللاعب في الإدارة بتاعته أو إحساسه بالارتياح للإدارة بتاعته إنها ما بتتأخرش عنه، بدليل إنه مثلا ممكن ما تلاقيش الإدارة في الأهلي بتتكلم كتير عن فريق الكورة. يعني هم حاطين سيستم معين، ما فيش طبعا مجلس إدارة بيدير من فوق، لكن بالزبط. أي مشاكل عن طريق القناة الشرعية سيد عبد الحفيظ هو المسؤول بلا تدخلات مباشرة طبعا، وده الشيء الجميل اللي احنا بنقول ان هو بيميز. لكن بالنسبة للمباراة النهائية برضو احب بس اقول حاجة سريعة جدا، ان المباراة النهائية فعلا صعبة قوي لان هي مباراة واحدة زي ما قال استاذ سامي وحضرتك اتفقت معاه، مش مباراتين ذهاب واياب، وبالتالي محتاجة تركيز تام سواء في الاستفادة من الفرص اللي بيجيلك او اضاعة او قتل كل المحاولات الهجومية ولا مجال للخطأ. يعني احنا شفنا مباراة الوداد اللي هي العودة تحس انه انت كسبان 3-0 وحلو جدا ومسيطر جدا، انما في لحظة انت ريحت فيها او فقدت التركيز
فجي فيك هدف طبعا طبيعي في كره القدم، وارد اكيد وارد، لكن طبيعي. انت بتتكلم على البيرفكت، انك لازم تحافظ على تركيزك بالزبط. لان المباراه النهائيه ما فيهاش يعني خلاص، لان ما فيهاش، يمكن في المباراه دي وارد جدا انت كسبان هناك 2-0 وهنا 3-0، اما يجي في الموضوع كان منتهي يعني صحيح. مش قضيه، لكن انت في مباريات نهائيه بقى اللي هي مباراه واحده دي اللي احنا محتاجين لها، او موسيماني محتاج ان هو يركز تماما مع اللعيبه فيها، وكل لعيب يعني يفهم دوره ايه كويس قوي، لان هما هيبقوا 90 دقيقه يساووا بطوله كبرى الجماهير الحمراء بتنتظرها منذ سنوات. هو كان في خبر برضو مش عارف وصل لحضراتكم، احتمال يكون يعني احنا عارفين المباراه النهائيه في استاد القاهره، لكن يمكن على السوشيال ميديا كان في بعض الاخبار بتقول ان هو نقل المباراه النهائيه لاستاد برج العرب، يعني دي تتوقف على المنافس؟ يعني لو هنلاعب نادي مثلا الزمالك هيبقى المباراه في استاد القاهره، لو هنلاعب الرجاء هيبقى في برج العرب، ولا متوقفه كمان على قرار الكاف بوجود جماهير؟ لا هو الكاف قال مفيش جماهير، ده بشكل يعني نهائي يعني ولا مصر يعني؟ لا طبعا يعني هو لحد دلوقتي في تواصلات، في تواصل مع بين اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه لمحاوله اقناع ان يكون في جمهور، يعني خصوصا خلاص الاهلي موجود في النهائي، الطرف الاخر الزمالك او الرجاء، ف يعني الجمهور هيدي النهائي طبع خاص ونكهه خاصه طبعا، طعم اخر خالص، والناس تحس بالبطوله. احنا شفنا النهائي الكونفدراليه كان يعني اللي كان فيه بقى هنتكلم اكيد عليه في منتهى البرود من غياب الجماهير طبعا، فانما حته ان يتنقل برج العرب دي اتوقع، انا شخصيا اتوقع ان ده ممكن يحصل لو المباراه من الاهلي والزمالك. يعني اتوقع ان المباراه هتكون في استاد برج العرب في حاله انما ما عنديش خبر وصول الزمالك لكن من انت عارف دايما بتبقى قبل الحاجات الكبيره في اخبار طبعاً يعني في طرف اخر هو الامن طبعا له طبعاً كلمه اكيد ومحترمه وله يعني برضه لازم رؤيته وده اهم الاعتبارات، انما طبعا لو الاهلي او الرجاء لا مانع في استاد القاهره، وهيئه استاد القاهره اكدت والوزير اكد ان الاستاد جاهز للمباراه النهائيه، وهكون يعني ده يعني هيقرب الفرحه شويه، يعني هيقرب اللقب شويه من الاهلي لو هو في استاد القاهره، يعني الناس يعني لعيبه الاهلي حاسه ان هي في وسط الجماهير، يعني حتى وسط ملعبها حتى جماهير، يعني حتى نادي الزمالك بيلعب على استاد القاهره، فاستاد القاهره لو المباراه ما بين الاهلي والزمالك هي اعتقد في وجهه نظر الشخصيه تتوقف على موافقه وجود الجماهير، يعني لو في وجود جماهير اعتقد ممكن يبقى برج العرب فكرة حتى لو افضل لو كان حتى 1000 و1000 يعني مش هيبقى صوت عدد. عايزين صوت في الملعب لا مش هيبقى في عدد ضخم من الجماهير يعني الموافقه لو تمت على الجماهير هتكون في عدد محدود، يعني ممكن 5000 على ماكسيمم 10000 لكن القرار النهائي هو زي ما سياده الوزير اعلن فعلا الدكتور اشرف صبحي ان استاد القاهره جاهز بكل معنى الكلمه، سواء وجود جماهير من غير جماهير، لانه اولا مش هتبقى كارثه قوي، بالعكس انا شايف انها فرصه كمان بقى ان احنا تعود مباراه القمه الى استاد القاهره، يعني احنا خدناها فتره طويله في برج العرب لاسباب معينه وفي ظروف معينه، ممكن جدا لو رجعت استاد القاهره ونجحت التجربه، وانا بعتقد انها تنجح حتى في ظل الاعتبارات الامنيه، الامن المصري جاهز لاستقبال اي مباراه بهذا الحجم يعني، وما اعتقدش انها تبقى مشكله يعني. ان شاء الله ما فيش مشاكل، احنا نتمنى وجود الجماهير مش يعني مشاكل بس يعني طبعا نتمنى وجود الجماهير اكيد اكيد، بس طبعا يعني الرؤيه في الاتحاد الافريقي مختلفه شويه طبعا، حتى يعني في مباراه الاهلي والوداد منع الحضور الاعلامي صحيح، ومنع حتى المصورين مصور واحد بتاع مصور واحد ومحرر واحد، هي كان لها سبب كمان خاص بالكورونا يعني مظبوط، مش مفهوم السبب ايه يعني، مش لا كان كورونا تباعد يعني، لو 10 محررين من هنا 10 محررين ايه المشكله، الغي المؤتمر الصحفي بالظبط، الغي المؤتمر الصحفي اونلاين عشان ما يبقاش فيه هو يعني بحاولوا بقدر الامكان كل الاجراءات الاحترازيه كمان المشدده بشكل اكبر تتحقق، بلغوا فيها لان كان في حالات طبعا الرجاء كانت
حالات مؤثرة على مباراة الزمالك ومباراة العودة، فكل دي إجراءات. لكن نتمنى طبعا إن شاء الله سلامة اللاعبين وكل المنظومة بخير. لكن خلينا نتكلم، نخرج من ملف الأهلي والوداد ونروح ل كمان كلمنا على الكونفدراليه، خروج بيراميدز اعتقد النهارده كمان نادي الزمالك فاز على الاسماعيلي. بيراميدز يعني اعتقد بقت فرصه قليله جدا في المركز الثاني. لا هو كده ضمن، هو خلاص الزمالك خلاص يعني كده الزمالك يبقى الموضوع منتهي. لكن هيأثر على بيراميدز من الاداره الفنيه، يعني تتوقعوا هيكون في تغيير فني في الاداره الفنيه لبيراميدز؟ لازم يعني طبعًا. انا تردد هذا الكلام، يعني هو كل كبوة لبيراميدز على طول بيطلع اسم واحد مدير فني جديد يعني، ومع ذلك الراجل بيستمر يعني الخواجه بتاعه. اطرح على اسم فايلر على فكره، اطرح وطرح اسم فايلر. انا شخصيا بشوف ان فايلر مش هيجي مصر يعني لاسباب كثيره جدا. الاسباب اللي خلته يسيب الاهلي يعني كان عائليه او ان هو مش متوافق مع الاجواء في الشرق الاوسطيه والافريقيه، يعني هو بظروف عائليه بمعنى صحيح مش متوافق مع الحاله دي يعني. فايه اللي خليه يسيب الاهلي ويروح بيراميدز؟ ما اظنش الفلوس يعني للدرجه دي يعني ممكن. يعني الا اذا كانت بقى اضعاف اضعاف ممكن يعني الفلوس ممكن تأدي طبعاً. بس يعني بيراميدز اتفضل. بيراميدز يعني خسر لقب كان قريب منه جدا وهو كان قادر عليه. انا شخصيا تابعت المباراه بحزن يعني، انا كان حابب ان طبعا فريق مصري يعني فريق مصري وفريق مصري اخر يفوز باللقب دوري الابطال والكونفدراليه، لكن المباراه في حد ذاتها ما كانش بطعم النهائي يعني. ومش عارف ليه كان بيراميدز يعني بعيد عن المستوى الفني العالي اللي احنا تعودنا عليه، يعني فرقه فيها مهارات عاليه جدا ومتماسكه جدا وقدرت تاخد خطوات خلال مواسم قليله. هو طبعا البيراميدز يعني هيتعلم الدرس لان هو دخل الكونفدراليه السنه الجايه في النسخه الجايه، فيعني هي خبرات طبعا بياخد على فكره طبيعي ان خبرات كفرقه يعني لا يوفق في اول تجربه وارد طبعا بس على فكره بيراميدز في كل مباريات البطوله السنه دي بطوله الكونفدراليه كان بيكسب بره وجوه، ما خسرش بره ارضه خالص يعني ما خسرش خالص. فغريب جدا ان هم فعلا ما كانوش في حالتهم الطبيعيه، بس انا بشوف ان هي تجربه يعني بالنسبه لنادي انا بعتبره نادي وليد يعني مش من الانديه العريقه يعني، بقاله سنتين ثلاثه اربعه بما فيهم الاسيوطي كمان يعني ايام حتى المسمى القديم، فشايف انه تجربه كويسه بالنسبه لهم. طب نخرج من التجربه دي ونروح ان شاء الله لرؤيه سريعه لحضراتكم الثلاث فرق الصاعدين من الدوري الممتاز به. بنتكلم على طبعا هبوط اف سي مصر وطنطا وحرس الحدود وثلاث وفود جدد على على الدوري المصري، فيهم اثنين اعتقد كان اول مشاركه على في التاريخ للدوري المصري طبعا سيراميكا والبنك الاهلي، وطبعا عوده كمان فريق غزل المحله للدوري الممتاز. انا شخصيا اتوقع انه هيكون اضافه للدوري الممتاز، لان يعني طبعا فيهم اثنين زي طبعا غزل المحله ده عزيز على نفسي شخصيا يعني مليان تاريخ طبعا نادي غزل المحله ده تاريخ، وهنأجل عليه الكلام شويه بس نتكلم عن الفرقتين التانيين ان هم ذو امكانيات اقتصاديه كبيره يعني، فده هيبقى اضافه يعني لو الاداره كونت اداره كرويه او رياضيه في الناديين اف سي البنك الاهلي بوجود الكابتن محمد يوسف وسيراميكا كليوباترا، فطبعا يعني هيكون اضافه كبيره جدا تشبه الى حد ما تجربه بيراميدز لو تم تدعيم بشكل جيد وتنسيق اللاعبين بقى، وانت محتاج يعني استهداف عالي في مش بس يعني دايما اللي بيطلع احنا متعودين على كده من 30 40 سنه يعني اللي يطلع مش عايز ينزل بس هو يعني هو ده هدفه. فانا كنا اقول ان استهداف مثلا مربع ذهبي طبعا ده محتاج جهد محتاج عناصر جديده مش بس كابتن محمد يوسف مثلا قيمه كبيره جدا في عالم التدريب مش بس هو وجوده يكفي يعني لا طبعا دي كلها منظومه لازم تكتمل يعني بشكل كبير تستكمل يعني. الفرقه فطبعا وجود سيراميكا والبنك الاهلي دي كيانات اقتصاديه كبيره قادره ان هي يعني كره اصبحت صناعه مكلفه طبعا اكيد اصبحت صناعه مكلفه جدا
يعني على قد ما ممكن يعني تجيب فلوس كمان لو ناجحه. فطبعا اما غزل المحله فهو الفريق العزيز من يعني من الفرق العزيزه جدا على كل المصريين. وهو طبعا على فكره يعني من اوائل الناس اللي شاركت في بطوله افريقيا يعني غزل طبعا المحله. طبعا ليه كان بالظبط. فطبعا كان له قدر كبير جدا من النجوم في صفوفه على مدى تاريخه. فعودته اتمنى انه يعني يكون فيه برضه رؤيه سليمه جدا في ادارته عشان ما يهبطش مره اخرى كالعاده يعني كل ما يطلع يهبط. طب استاذ جمال يعني علشان غزل المحله طبعا غزل المحله من الانديه الشعبيه اللي كنا انا بنحبها يعني انا لعبت وانا صغير هو كمان نادي شركه نادي شركه لكن من الانديه الشعبيه بتمثل المحله وليها تاريخ كمان من الانديه اللي شاركت في البطولات الافريقيه. تفتكر ممكن يكون كمان مشاركتها في الدوري الممتاز بالاستعانه مع انفستور يعني في بعض المستثمرين ممكن يستغلوا اسم كمان غزل المحله الكبير دوت ويبقى يساعده في البقاء للدوري؟ طبعا احنا واصلين لمرحله انه المستثمرين في كره القدم مهمين جدا بس المهم الاختيار يعني المهم يبقى المستثمر ده فعلا بيختار يختار الفرقه اللي هو يقدر يصرف عليها كما يعني يجب ان احنا نقول كمان انه المحله نفسها كشركه لا المفروض ان هي عندها امكانيات هي بس بتبقى مرتبطه بشخصيه رئيس مجلس اداره الشركه يعني هي مشكله انديه الشركات الكبرى انها دايما لو رئيس الشركه او مجلس الاداره مهتم بكره القدم بيفرق جامد جدا زي ما نفتكر اسكو البلاستيك في فتره معينه كان في اهتمام فقدروا ان هم يعملوا حاجه كويسه كمان مهم قوي بقى لانه اتكرر ده في المحله قبل كده انه ما يدوش الـ 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 المسؤوليه عن كره القدم لحد بيستفيد منها وبيتاجر بيها بيبيع لعيبه وبيشتري لعيبه حصلت قبل كده كان وكانت تجربه على ايدينا يعني في يمكن في اخر ظهور للمحله كان في شخص معين مسيطر على تماما على عقل رئيس مجلس الاداره وعلى عقل مجلس الاداره وسايب له الموضوع ده تماما فغزل المحله يحتاج الى تدعيم بس انا بشوف انه من الممكن جدا لو الشركه نفسها مش هتقدر تصرف عليه بالشكل الكافي يبقى المفروض يبقى فيه بحث عن مستثمر هو بقى اللي هو اللي يستثمر ويدير النادي على اساس يبقى نادي شعبي يقدر كمان على الاقل اول سنه يبقى متواجد في الدوري اما الفريقين الاخرين اللي هم تاهلوا سيراميكا كليوباترا فهو ملك مجموعه اقتصاديه كلنا يعني عارفينها ورجل استاذ محمد ابو العينين وابنه الاستاذ طارق برضو عندهم الفكر ده ونجحوا وعندهم معتز البطاوي اللي هو المشرف على الكرة اللي يعتبر هو اللي عامل برضو هذا الفريق فتدعيم الفريق ده يعني غير الإمكانيات المادية موجودة تدعيمه بقى باللعيبة الإمكانيات البشرية مهمة جدا جهاز فني محترم وجهاز إداري كويس البنك الآلي أعتقد بالنسبة لسيراميكا المدير الفني مستمر حتى الآن يعني حتى الآن ما أعلنوش ما أعلنوش في حد جديد يعني بالظبط اما بالنسبه للبنك الاهلي فهو مؤسسه اقتصاديه كبرى يعني يملك برضو مقومات ان انا بشوف ان التلات فرق دول لو تم استغلالهم او ادارتهم بشكل جيد ممكن يبقوا اضافه كبيره جدا يا كابتن للدوري الممتاز يعني هيدخلوا يعلوا حتى الفاليو بتاع القيمه التسويقيه كمان حابب بس على فرق تجربه فضل. المحله لابد من فصل اداره الشركه عن اداره الكوره. ده اللي قاله استاذ جمال. يعني الحدوته بتاع الزمان ان هو حسب حاله الرئيس مجلس الاداره ومزاجه لا يعني انت تفتكر ايام الاستاذ محمد حبيب اللي هو والد المهندس شريف حبيب واحنا لسه بادئين صحافه كان الاستاذ محمد حبيب ده من اعظم الشخصيات اللي تولت ليه بقى؟ لانه كان فاهم برضو القصه اللي بيقول عليها
هو طبعا فكر بفكر استثماري كبير جدا ومدي صلاح استقلاليه ده هنعرفه على فكره الكابتن خالد عيد معانا النهارده في البيت الكبير طبعا يعني برضه من الناس يعني بنبارك له طبعا وهنعرف منه طبعا تفاصيل كتيره ونتمنى ان شاء الله غازي المحله يعني يكون متواجد والانديه الشعبيه كمان تطلع في انديه شعبيه كتيره نتمنى استمرار بقى ترسانة ان شاء الله يعني برضه نشوف في الدوري الممتاز يعني ان شاء الله لو انه يبعد مش عارف ليه بيبعد يعني لا خلاص ما لغوا الهبوط ان شاء الله يعني ممكن السنه الجايه يكون موجود استاذ سامي نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا استاذ جمال دايما منورنا ومشرفنا في البيت الكبير نشكركم شكرا جزيلا بعد الفاصل ان شاء الله نتواصل في البيت الكبير مع الكابتن الكبير اسامه عرب